أنا طبعا يعني أرحب بالأستاذة حفصة وسعيد زي ما بيسعد بأي حد بيحط لبنة في من لبنات اللغة أو دور في الحفاظ على هذه اللغة، فده طبعا بيسعدنا يعني بيسعدنا واحنا تحت الأمر في دعم وفي المساعدة وفي أي حاجة هي هتطلبها، وبنشكرها على هذه المبادرة، ولازم كلنا يبقى عندنا الغيرة إن احنا نحاول نرسخ هذه اللغة من الانقراض، نحافظ عليها من الانقراض. ومش هنطول لأن احنا عندنا نهم إن احنا نسمعها أكثر من كان. تفضل. أنا الأول بشكر الجمعيات التراث على التعاون الكريم اللي هم عاملين ليها، وخلينا أقول إن إحنا يعني أعتبر إن الموضوع أصلا ودي، كلنا نضيف بعض، فالموضوع هيبقى ودي مش بشكل رسمي كأنه ندوة أو حد جاي ينظر عليكم أو يقول لكم هو بيعمل كذا وبيعمل كذا. أنا طبعا وسط الناس اللي موجودة دي أعتبر ما بعملش حاجة أو اللي أنا بعمله قليل جدا، بس أنا بعتبرها نجاح بالنسبة لي بالنسبة للناس اللي معايا، على أساس إن هي المبادرة مستمرة لحد دلوقتي. زي ما هم ذكروا في ناس كتير عملت قواميس، بس أنا محتاجة أصلح حاجة. إحنا مبادرة كوم وادي إحنا بنقول كتيب، إحنا عايزين كتيب يحمل 230 كلمة بالموجي مترجمة إنجليزي وأسباني وعربي ونطق بالإنجليزي. كتيب وليس قاموس، كتيب يعني حاجة صغيرة قد كده فيها 230 كلمة، بس الحلم بتاعنا هو يبقى قاموس. في جزء هنا حضراتكم بتقولوا ان في ناس كتير، وده يعني المفروض يشكر الناس اللي عامله القواميس اللي سبقتنا اللي عامله القاموس، بس احنا المختلف عندنا في المبادره في قواميس كتير معموله بس مع احترام كامل ليها، هي موجوده في المكتبات ومحدش بيستخدمها غير اللي بيقرا بس. بس احنا الفكره بتاعت المبادره بتاعتنا مختلفه، حاجه صغيره قوي، ان احنا مش بنعمل قاموس ونرميه في المكتبات ونقول عملنا قاموس، لا احنا بناخد من الكبار نعلم الاطفال الصغيرين مع وجود القواميس دي كلها اللي احنا ذكرناها، بس برضو المشكله موجوده، برضو اللغه بدات شويه شويه بتقل. يعني انا عايزه اقول لحضراتكم احنا القرى بتاعت مصر اللي نفسها اللي المفروض كانت هي محافظه على اللغه دلوقتي ما بيتكلموش لغوي، الاجيال اللي طالعه ما بتتكلمش لغوي. طب انا ايه الفايده ان انا اعمل قاموس 2 و10 و50 وافضل موجود في المكتبه بس مش حد بيستفيد بيه؟ مفيش طفل صغير بيطلع يتكلم لغوي. احنا حاولنا نجمع بين الاثنين، بنعمل كتيبات جزء من المبادره، والحاجه الثانيه ان احنا بنعلم، بناخد من الكبار اللي احنا بنصورهم بنعلم الصغيرين، بنبدا معاهم باساليب جديده. يعني الطفل الصغير دلوقتي عنده مشكله انه يقعد مع جده ويسمع منه حكايه زي زمان، لان في تفاوت في الاعمار، ده معاه لابتوب وموبايل وقاعد عليه، والتاني شخص برضه ليه حياته والدنيا بتاعته، ففي فجوه ما بين الاثنين. احنا بنستخدم الاساليب الحديثه بتاعتنا ان احنا نعلم الاولاد الصغيرين. مبادره كوم وادي انا مش هتكلم كلام اكتر من اللي انتم سمعتوه في الاعلام، كل حضراتكم شفتوا البرنامج بتاع استاذه منى او اي برنامج تاني، وممكن في كتير منكم يعرف المبادره بدات ازاي او الفكره جت ازاي، بس هي الفكره خلينا اقول لكم ان احنا مبادره شبابيه بنشتغل بالموبايل، بنصور، بننزل نصور في كل القرى النوبيه على شكل ونسه. ما بننزلش نصور باحثين، مع احترامي الكامل للباحثين، ما بنزلش اصور حد مثلا متخصص في التراث، لان دول في ناس كتير بتصورهم وبتشتغل معاهم وبتعمل لهم شغل حلو، بس احنا بندور على اهالينا البسيطين اللي يقدروا يتكلموا معايا ويديني حواديت اطلع منها كلمات واطلع منها حكايات واطلع منها اسماء حاجات. فهو ده اللي انا حاسه ان هو مختلف في ده. اهالينا لما بيتكلموا هم بيوثقوا لينا احنا مش لحد تاني، يعني الافلام دي او الفيديوهات دي انا بتفرج عليها وحضرتك ممكن تتفرجي عليها وده يتفرج عليها، بيبقى مرجع ليكي انت لحد موجود وشايفاه صوت وصوره غير المرجع بتاع الكتاب. كلنا نعرف الناس اللي شغاله في البحث العلمي عارفه ان الكتيبات عامه بيبقى الكتاب محصور فيه الكاتب، هو اللي بيحصر حضرتك في اتجاه معين او بيوصلك المعلومه باسلوب هو، مش كده؟ لكن لما تشوفي حد بيصور فيديو صوت وصوره قدامك وبيحكي حكايه، انت تقدري تقيم الحكايه دي من وجهه نظري. الكتيب هو جزء صغير من المبادره، بس هو اللي اخذ الضجه الاعلاميه اكتر، فكره القاموس. بس احنا في كل مكان بنقول يا جماعه احنا عاملين كتيب،
بنعمل افلام مسرحيه، بنعمل اساليب حديثه لتعليم الاطفال اللغه النوبيه، وبدانا بالفعل دلوقتي احنا المبادره بتاعتنا بدأ من شهر 7 بس الحمد لله سجلت الانجازات بتاعتها كبير جدا، عملنا يعني كيانات كبيره بتعمله في سنه او سنتين. احنا حاولنا ان احنا نرد غط شويه عشان نعمل جزء بسيط. احنا المبادره بتاعتنا عامله قطايف، عاملين افلام مسابقيه، وفي فيلم من عندنا كان دخل مسابقه في الجامعه الامريكيه وكسب جائزه احسن اخراج، ودي كانت اول تجربه لينا سينما الموبايل ان احنا نعمل فيلم ويدخل ويكون بيحكي حكايه عن النوبه وفي نفس الوقت بياخد جائزه. من خلال الجائزه هي اللي شجعتنا ان احنا نكمل ونعمل الكتايب. بعد الكتايب دلوقتي ابتدينا نعمل زي دورات او مش دورات، هي ورش عمل خاصه بالاطفال بس تعليم بقى اللغه. ممكن نكون مش بنعلم اللغه بشكل اكاديمي، يعني ممكن نكون زي الاستاذ عمر بنعلم بالحروف النوبي، بس احنا بنحاول جاهدين بدل ما نستنى ان احنا نتعلم الحروف النوبي، او في استاذ عمر وناس كتير بتساعده في المجال ده ان هي بتعرف بالحروف النوبيه، لكن احنا بنشتغل على التلقائي اللي الولد الصغير ممكن يقدر يتعلمه بسهوله.